ننتقل لسكند برزنتيشن الاستاذ الدكتور محمد عوض استاذ الغدد الصماء والسكر جامعه الزقازيق، وهيكلمنا بقى على الميستيريس ستوري ما بين الجلوكاجون اند تايب 2 دايابيتس. اتفضل دكتور محمد. السلام عليكم. طبعا بتوجه بالشكر للاستاذه الدكتوره ايناس شلتوت على الدعوه الكريمه، وبحيي دكتور فريد على الاليجنت برزنتيشن اللي هي فيري ابديتد داتا، اللي هنكمل برضو قصه الابديتس. ويمكن الجلوكاجون في الاي دي اي اللي فات كان محور مهم في معظم المحاضرات، وهنشوف ليه الجلوكاجون بدا ياخد انتباه وبدا يبقى فيه شغل على الجلوكاجون. ويمكن العنوان في شيء من الغرابة، هل الجلوكاجون في يوم ما من السكر بروبلم، ولا قد يكون في الفيوتشر والنير فيوتشر زي ما الأستاذ فريد قال سوليوشن نحل بيه مشكلة مهمة في الديابيزيتي، في الميتابوليك ديزيزيز، في الديابيتس، في الناش، في a lot of metabolic diseases زي ما هنشوف قد يكون الجلوكاجون سيجنالينج باس واي له دور في هذا الموضوع. وهذه المحاضره والتفاصيل قيلت في الاي دي اي نظرا لمرور 100 سنه على اكتشاف الجلوكاجون، وهنشوف حالا هذا الكلام. بيلفش ليه؟ فبالتالي this is my agenda. هنتكلم عن ال discovery of glucagon and its importance، هنتكلم على الميتابوليك actions of glucagon، وفي جزء منها مهم اسمه revisited وبالتالي بقى محور اهتمام العلماء في المانجمنت اوف diabetes. ثم هنتكلم عن الجلوكاجون الشق الاولاني من المحاضره قد يكون problem في الباثوفيسيولوجي اوف diabetes، والجزء الاخير والمهم اللي هو targeting الجلوكاجون receptor family for diabetes therapy the solution. That's why المحاضرة مقسومة لجزئين، هل هي problem ولا هل هو solution. هنشوف ازاي هنحل هذا اللغز او هذا المستيريس story in the diabetes development. الجزء الاول this is the first part of the scene. المشهد الاول منها هو بول لانجرهانس. بول لانجرهانس سنة 1869 اكتشف الايلينس وقال ان في we have scattered cells mainly في التيل اوف ذا بنكرياس قد يكون لها علاقة بالانسولين producing cell. وعلى فكرة دي كانت رسالة الدكتوراه بتاعة بول لانجرهانس. على فكرة لانجرهانس ما عاش كتير. لانجرهانس عاش تقريبا حاجه 40 سنه، يعني ما عمرش في تاريخ، لو عمر كان جينيوس، كان فيري جينيوس ستودنت اثناء هيز دكتوراه ستادي. امتدت رحله الايلاندز اوف لانجرهانز عبر ا لوت اوف ريسيرشر، ا لوت اوف اوثرز، اهمهم روجر انجر، لان روجر ده هو يعني بيسموه ذا بيجنر اوف ذا مع الكوليجز اللي هيقول بعد شويه الاكتشاف، لانه هو ده كمل رحله اهو جون مارلين. جون مارلين سنه 1922 بدا القصه بتاعه الجلوكاجون وقال وي هاف سبستنس. هذه السبستنس لما بحقنها في الدوجز وفي الرابت بتعمل رابيد انكريز في الجلوكوز كونسنتريشن، ومن هنا سماها جلوكوز اجونست، وجي الاسم بتاع الجلوكاجون من هذا الشغل بتاع جون مارلين اللي كمل عليه روجر ا لوت اوف ستادي في الجلوكاجون. طيب يبقى ده الديسكفري اوف جلوكاجون، وعرفنا ان الجلوكاجون لما بحقن الجلوكاجون بيحصل رابيد انكريز في الجلوكوز. اذا المنظور القديم للجلوكاجون انه هايبر جلايسيميك هرمون. نخش على الميتابوليك اكشنز اند ريفيزيتد. لحسن حظنا فيما بعد لقيت ان الجلوكاجون ده بارت من برو جلوكاجون مويتي.
مولوكيول كبير بيطلع منه a lot of peptides، اهمهم ال GLB receptor agonist، ال GLB1 and GLB2، وبالتالي الله طالما الاثنين طالعين من فاميلي واحده هيبقى في بعض السيميلاريتي في الميتابوليك اكشنز ما بين الجلوكاجون والجي ال بي. ده اللي بيفكر والحدق في الموضوع يقول الله طالما هما جايين من مولوكيول واحد يبقى هيبقى في سيميلاريتي في الاكشن. لقينا القصه مش كده كمان، ده لقينا انه انسايد ذا بيتا سيل انسايد ذا الفا سيل وي هاف جي ال بي الله وي هاف جلوكاجون. ده منطقي لان احنا عارفين الميجور سورس اوف جلوكاجون از الفا سيل، مش بس كده ده كمان جي ال بي الله، ما هم من مولوكيول واحد. وهذا الانزيمز المهم اللي هو البرو هرمون كونفرتيز انزيم بيلعب دور جدا في الالفا سيل بيتا سيل كروستوك اللي احنا بنسميها الباراكراين اكشن اوف جلوكاجون. الاستراكشرز هو عباره عن 29 امينو اسيدز، بيشتغل على الليفر عشان يطلع جلوكوز فروم نون كربوهيدرات مويتي زي الامينو اسيدز وزي الفاتي اسيدز بميكانيزم اسمها جلوكونيوجينيسيز، وكمان بيعمل بريك داون اوف ليفر جلايكوجين باي بروسيس كولد جلايكوجينوليسيس. ات انهبت الجلايكوليسيز، بيزود الجلوكونيوجينيسيز، واهم ما في الموضوع انه also increase lipolysis، وبالتالي the newer aspect of glucagon could be an anti-obesity hormone. وهنشوف دلوقتي how it comes انه الجلوكاجون produce anti-obesity actions. From the all mentioned metabolic functions, we can conclude that the major role of glucagon is to maintain the blood glucose during fasting. وبالتالي the most important action of glucagon is to maintain the glucose level while the individual is fasting. Very elegant cartoon, very elegant figures. إنه the action of insulin and the glucagon act in glucose-dependent regulations. بمعنى انه when we are facing high blood glucose on to the insulin off to the glucagon. The reverse occur when we are facing low glucose level on to the glucagon to raise the blood glucose off to the insulin in order to maintain the blood glucose values. That's why we have a reciprocal relationship between glucagon and insulin. وهذا هو الـ dominant actions، وآدي زي ما قلت the major target tissue acting the glucagon is the liver muscle والأديبوس tissue. That's why glucagon is now considered anti-obesity hormone. Glucagon produces its action through cyclic and through increased cyclic AMP protein kinase activity الانزيتول 3 activity. All these pathway importantly raise the blood glucose lowering increase the free fatty acid increase fatty acid oxidation in the liver. This is the glucagon signaling pathway through the inositol 3 kinase protein kinase. A lot of trans signaling pathways produce the action of glucagon. This is very elegant action glucagon and lipid metabolism. That's why glucagon is considered anti-obesity hormone through increasing free fatty acid oxidation in the liver. To summarize the metabolic actions of glucagon, glucagon on the glucose metabolism produce raise of the blood glucose, on the lipid metabolism produce lipolysis in the peripheral adipose tissues and increase its oxidation in the liver. بيعمل كيتوجينيسيس، وكلنا عارفين انه القصه دي مهمه وشائعه في المين في المين فارماكولوجيكال رول اوف صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 وايل ات ريز ذا جلوكاجون ات ستيمولييت كيتوجينيسيس.
البروتين ميتابوليزم بيزود الهيباتيك اسيد ابتيك طبعا ديفينتلي عشان يزود الجلوكونيوجينيسيس. واهم ما في الموضوع ويمكن ده اللي استرعى انتباه العلماء ذا اكشن على الانرجي ميتابوليزم. جلوكاجون برودوس انكريز انرجي اكسبندتشرز ديكريز فود انتيك ات هاز اند ساتايتي بريموتنج سيجنال. ذاتس واي جلوكاجون nowadays كونسيدر انتي could be considered anti-obesity hormone. Glucagon has wonderful effect on the cardiovascular metabolism. Glucagon has positive inotropic action. Glucagon had a positive chronotropic action. Glucagon produced energy expenditure to the myocardium. That's why glucagon could be have potential effect on heart failure. This is mechanism could explain the cardioprotective effect of sodium glucose cotransporter 2 through increase in glucagon level. The enemy, while the glucagon is an enemy or a friend, the first part is the problem. The first concept to hyperglucagonemia and its role in the pathophysiology of diabetes come from Roger and his colleagues while in the Lancet 1975. They postulate a mechanism regarding that we have in type 2 diabetes inappropriate hyperglucagonemia. One of the most important source of hyperglycemia in type 2 diabetes is the hyperglucagonemia. But later on, we have found that this hyperglucagonemia, it is not a primary defect, as we will mention soon in the presentation. So glucagon and its relation to type 2 diabetes comes into four scenarios. The first, beta cell failure. The first, the most important item is what's called alpha cell insulin resistance. وبالتالي, the insulin lose its suppressive effect on glucagon. That's why we have inappropriate hyperglucagonemia. We have decreased incretin effect. We have peripheral insulin resistance. One of the most potential effects of glucagon is to promote insulin resistance. The insulin resistance occurring on the beta cell and the alpha cell, the most important signal producing inappropriate hyperglucagonemia. That's why it is an effect, not a cause of diabetes. The final items, targeting glucagon receptor family for diabetes therapy, the solution. We have a meticulous role of glucagon in the pathophysiology of complication. وجود الجلوكاجون بيزود الجلوكوز ديبندنت انسولين سكريشن وبالتالي بيشتغل على البوست برانديال اكسكرجن. It might contribute to the body weight وبالتالي هيقلل الاوبيزيتي. Reduction of the peripheral vascular resistance is likely beneficial. Glucagon might reduce the progression of muscle D, the previously called NAFLD. الاسم الجديد للنافلد اسمه muscle D, metabolically associated steatotic liver disease. We have different relationship between the current anti-diabetic drugs and glucagon. The most important is GLP to reduce glucagon. Sodium glucose cotransporter 2 is to raise glucagon secretion. But metformin inhibits glucagon signaling on the liver. That's why metformin reduces hepatic glucose production. The final scene in the story comes from Telio from Sweden, which postulates the alpha cell regulation of the beta cell. This is a key step in the story between glucagon and diabetes, what is called paracrinopathy. Tully
postulated that beta cell can secrete insulin in response to the glucagon, in response to high glucose. But we have two important signaling. The first comes from glucagon, the second comes from GLP. That's why when beta cell in work, when beta cell in work, it needs two important signal. Signal from GLP, signal from glucagon. ناخد بالنا من الحته دي عشان لما اجي اعمل كو اجونست لازم احط الاثنين دول مع بعض. وراح قال انه we have باي directional relationship between the alpha cell and beta cell. Alpha cell control insulin release from the beta cell through two important signal. The first one is glucagon, the second one is GLP. So we have postulate a different co-agonist. Co-agonist in the what's called incretin signaling busways. We have GLP glucagon, we have GLP GIP, and finally in the previous ADA, we have triple agonist, GLP, GIP, and glucagon. The co-agonism in the incretin busway is very important and very elegant in producing a lot of important physiological functions that will potentially benefit our type 2 diabetes, our obese type 2 diabetes, our obese type 2 with muscle D, because this coagonism will reduce the hepatic fat mass. The first one comes from oxontomodulin, which is actual model of dual or twin incretin, GLP and GIP. Very fantastic results from AstraZeneca. Marvelous decrease في body weight, marvelous decrease في hemoglobin A1C, to the extent that 57% lose more than 50% of the background body weights, 35.7 produce more than 10%. That's why dual incretins will produce beneficial effects regarding diabetes. The final one is the triagonism, which was launched in the previous ADA. The background is when we فكرة triagonism إن أحط GLP وأحط glucagon receptor agonist وأحط GIP كلهم في يوني مولوكيولر مولوكيول واحد بس باخد من كل جزء المنطقة اللي بتحرك الريسبتور فبعمل تراي أجونيزم. هذا هو التراي أجونيزم جلوكاجون ريسبتور أجونيست GLP and GIP ريسبتور أجونيست. It will produce all these potential benefits when administered such يوني مولوكيولر mighty. The first one in such concepts comes from retatrutide, which was launched in the previous ADA, in the previous John, in New Orleans. We have marvelous effect on the body weight. We have marvelous decrease في body weight. The emerging anti-obesity concepts, one of the most emerging anti-obesity concepts that contain glucagon receptor agonist. طيب, if we consider glucagon is an enemy, the concept of glucagon receptor antagonist to reduce the postprandial or fasting hyperglucagonemia is good, but while we developed glucagon receptor antagonism, we have marvelous expansion of beta cell, which may be mitogenic in the later on. Thus, the concept of glucagon antagonism will be closed. To summarize, glucagon may have direct role in the pathophysiology of diabetes, but it is an effect to the insulin resistance present in the alpha cell.
The main cause of type 2 diabetes is obesity. Glucagon can cause significant weight loss to decrease the hyperglycemic effect on the liver. It must be co-agonism with GLP receptor agonist. هل الجلوكاجون بروبلم ولا سوليوشن؟ هل الميت سنة دي خلصت؟ نو no. ما زال القصة بقية. ويمكن أخيرا وللفورينر جيست اللي معانا, we do Egyptian Diabetes CRM Forum. دكتور رياض, this the announcement of the next day to the our Egyptian CRM Forum that will be held in Alexandria Golden جول by the next May إن شاء الله. شكرا جزيلا, وشكرا للأستاذة إناس شلتوت وكل البورد الموجود.